السلام عليكم، مرحبا بالناس اللهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللهم أنا أقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين أخبار الأهلي، الاتحاد يخطف اللعاب الهلال واشتباكات وإصابات مؤقتة في فوز الودي الأول، يعني وين في نادي من الماجر، يعني مباراة ودية ويلعبوها في السعودية بالتربص النادي السعودي يعني تاع الأهلي، يعني الأهلي الهلال، يعني وين كانت يعني واشتباكات وإصابات. ناوينا كيفاش وسوف نتكلم على أبرز أخبار النادي الأهلي يوم الخميس يعني 18 يعني والنامس نهار الخميس والسراء، وين سألنا وين أبرز الأخبار لنادي الأهلي في التربص تاعو 2024 وما يدور حول الفريق. المصادر وين لنا، ولهذا اختار يعني وين كشف البرازيلي صافيو جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الجديد عن إعجابه الكبير بالشأن باللعاب الجزائري نجم فريق السابق والأهلي السعودي الحالي، يعني وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي فوز في أول مبارياته الودية بمعسكر النمسا استعداد لموسم رياضي جديد 2024-2025. الأهلي فاز بهدف لصفر على نادي المجري بهدف سجله النجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو الذي لا يزال يعني مستقبله غامض مع الفريق الأول حتى الآن. وعلى الرغم من أن المباراة التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والنادي المجري كانت ودية، إلى أنها لم تخلو عن من العصبية. المباراة شهدت اشتباكات بين لاعبي الأهلي والنادي المجري قبل أن يتدخل الحكم لإنهائها بشكل سريع قبل أي تطور أكبر. ونشر البرازيلي روجريو قلب الدفاع نادي الأهلي الخوف من جماهير الفريق الأول لكرة القدم خلال المباراة الودية أمام هذا النادي المجري، وتعرض لإصابة قوية في الربع الساعة الأولى من المباراة وخرج للعلاج لفترة طويلة قبل أن يعود ويستكمل اللعب مع باقي زملائه. وحسم نادي الاتحاد السعودي الصفقة وين فايق نعاود نولو وين خبر آخر وين تفوق على الأهلي، وين الاتحاد يتعاقد مع لعاب الهلال والجماهير زعيم غاضبة بشدة. وحسم نادي الاتحاد السعودي صفقة جديدة لتدعيم صفوفه الفريق الأول لكرة القدم استعداد لموسم الرياضي القادم يعني 2024-2025. وارتبط يعني وارتباط بالهلال النجم الأرسنال السابق يفجرها منعوني من اللعب في السعودية بسبب سمعتهم. وكشف أحد نجوم السابقين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال عن كواليس الصادمة في فشل انتقاله إلى الدور روشان السعودي للمحترفين خلال صيف العام الماضي. كيفاش؟ وين هذو أخبار، هذو ما آخر أخبار من نهار الخميس لليوم، يعني واش كاين؟ هذه هي. وكذلك وين الأهلي وين خسر يعني صفقة فيكتور النجم الأول لنادي نابولي. وكشفت تقارير الصحيفة يعني اغتراب النيجيري فيكتور مهاجم فريق نادي نابولي الإيطالي من انتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال انتقالات الصيفية الحالية. وكان فيكتور أحد أهم أهداف نادي الأهلي السعودي والذي يريد يعني كان يريد ضمه هذا الصيف، لكن اللعاب سيبقى في أوروبا. وذكرت صحيفة توتو سبورت بأن اللعاب وافق على الشروط الشخصية في العقد بعد جلسة جمعت إدارة باريس سان جيرمان ومع وكيل أعماله روبرتو.
وإن وافق فيكتور على الانتقال إلى باريس سان جيرمان مقابل راتب 14 مليون يورو في الموسم. وأشارت صعيبة إلى أن النادي الفرنسي لن يدفع 130 مليون يورو قيمة الفسخ الشرط الجزئي في عقد اللعاب، سيدفع باريس سان جيرمان 300 مليون يورو بجانب انضمام أحد لاعبيه لنابولي وعرض الثلاثي كارلوس، يعني من كاين ثلاثة اللي ضم فريق الإيطالي أحدهم بجانب المبلغ الصفقة. ويمتد عقد اللاعب النيجيري مع نابولي حتى صيف عام 2026، ولعب النجم نابولي 133 مباراة بقميص فريقه نابولي في مختلف البطولات وسجل 76 هدف، واحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدور روشان المحترفين في الموسم الماضي، ويبحث عن تدعيم صفوفه بأفضل لاعبين للمنافسة على التتويج بالبطولة المحلية والقارية والآسيوية. كيفاش؟ يعني وشاهدنا فاني كذلك الحارس النصر السعودي الجديد، وإن أعرب البرازيلي بينيتو حارس مرمى نادي النصر السعودي الجديد عن سعادته بالانتقال لصفوف الفريق الأصفر خلال فترة انتقالات صيفية الجارية. وقال بينيتو في تصريحات نشرها حساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة الإكس، تواجدي مع النصر هو إنجاز كبير في مسيرتي، وهو أكبر فريق بالعالم وأشعر بالحماس للعب مع الفريق الأصفر. وأضاف بينيتو: أتمنى أن أسعد النصر في الملعب بانتصارات والحفاظ على شباكي نظيفة كثيرا. وأوضح الحارس البرازيلي: لقد استقبلت عدة رسائل من الجماهير النصر وأشعر بدعمهم لي من الآن، وأنا متحمس لتجربة أجواء يعني من الآن. وشارك البرازيلي بينيتو في تدريبات نادي النصر السعودي الجماعية يعني أمس بعد اجتيازه فحوصات طبية. وقع البرازيلي بينيتو على عقد لمدة 4 سنوات مقبلة مع نادي النصر السعودي قادما من البرازيل مقابل 18 مليون يورو. وتعاقد النادي النصر السعودي مع بينيتو لتدعيم حراسة المرمى بعد رحيل الثنائي كولومبي دافيد ووليد عبد الله. هذو ما الأخبار اللي راهم عندنا تاع يعني فانيك. ومفاجأة كذلك من العيار الثقيل، تم منع أحد نجوم المنتخب المغربي الأول لكرة القدم من تحقيق رغبته بالانتقال إلى نادي الأهلي السعودي. الأهلي يواصل العمل لبناء فريق يستطيع المنافسة على كافة الألعاب الألقاب والبطولات، وذلك بعد العودة بين الكبار في صيف عام 2023، يعني وإن بعد الهبوط التاريخي إلى الدور يعني الدرجة الثانية. ووفق للإعلام الرياضي سانتي هنا مساء يوم الجمعة، كان من المقرر أن يتنقل متوسط ميدان المغربي عز الدين أناحي إلى الأهلي قبل عامين من الآن. هنا كشف عبر حسابه الرسمي في منصة الإكس عن أنه يعني مستشار أناحي قاموا بمنعه من الانتقال إلى الفريق الأهلاوي، على الرغم من أن اللاعب كان يريد إتمام الصفقة. والآن أعلن الإعلامي الرياضي أن متوسط ميدان المغربي البالغ من العمر 24 سنة بات قريب من الانتقال إلى نادي السد القطري في الصيف العام الحالي. وأشار سانتي أونا إلى رغبة عز الدين أناحي في الرحيل عن فريقه الحالي مارسي بعد خروجه من حسابات المدير الفني الإيطالي روبرتو، يعني وسط تلقيه عرض مغري من السد. يعني ما والجدير بالذكر أن أناحي قدم كأس عالم تاريخية مع المنتخب المغرب والتي استضافتها الدوحة القطرية. المهم لعاب وما يروح هذيك يا المديرة. أنا نتمنى له النجاح
اللاعبين هذو عرب نتمنوا لهم النجاح، ونتمنى القدام برك كوب دي مون جايه عاديه. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.